وروى البزار عن نبيكم المختار صلى الله عليه وسلم بسند رجال وثقات يقول أفضل أيام الدنيا عشر ذي الحجة. أفضل أيام الدنيا عشر ذي الحجة لا يعدلهن شيء. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا من عفر بالتراب وتعفر بالتراب، يعني هلك بماله ونفسه في القتال، وإلا ما يساويها شيء. جاء في الروايات الأخرى الصحيحة يقول صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من أيام العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. بسط لكم البساط للمسابقة ذي الأيام في أيام العشر. أولئك يسارعون في الخيرات هم لها سابقون. اللهم اجعلنا منهم. العمل في هذه الأيام ما يساوي شيء. أفضل العبادات يعدل قيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر، ويعدل صيام كل يوم من أيامها بصيام سنة. أما صوم يوم عرفة سنتين 10,000 يوم، يعدل صيام 10,000 يوم. وإني أحتسب على الله أن يكفر ذنوب السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. سنتين تكفر بصيام يوم عرفة، هو سنة لغير الحاج. بلغنا الله إياه واجعلنا من الفائزين فيه. ومنهم من يرتب اعتكاف في مثل هذه الليالي، وما أحسن ذلك في ليالي العشر. منهم من ينتبه من أرحامه والصدقة عليهم، ومنهم من ينتبه من الأضحية لكل قادر عليها، فهي من أجل الشعائر. وما عبد الله في أيام العيد بأفضل من نحر الدم، إراقة الدماء تلك الأيام بالأنعام التي يسن لنا من أول ليلة في شهر ذي الحجة إذا وقعت عيننا على إبل أو بقرة أو غنم أن نكبر الله، نحيي شعار التكبير. أحياه الله في قلوبنا، أحياه الله في عقولنا، نرجع إلى هذا التكبير. وفيه الخروج من كل تعسير، وفيه ذلة كل جبار عنيد. الله أكبر، الله أكبر. حققنا بحقائق التكبير لك يا كبير، ولا كبير إلا أنت، الكل في قبضتك، فمن كبير غيرك؟ هو الكبير جل جلاله، هو الكبير جل جلاله. روى الإمام مسلم في صحيحه وغيره قال إذا هل هلال ذي الحجة فمن رأى منكم الأنعام فليكبر. لا، إذا هل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، هذه رواية الإمام مسلم، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس شعرا ولا ظفرا. هذا سنة للمضحي يتشبه بالحجاج اللي ما عليهم ما يقلمون شيء منه. يقول إذا نيته يضحي فالأفضل من أول يوم في العشر لا يقلم شيء من أظفاره ولا يخرج شيء من شعوره حتى يأتي يوم الأضحى فيضحي، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، ويعم المغفرة جميع ما عنده، فإنه يغفر في أول قطرة تخرج من دم الأضحية. قبل أن تقع القطرة على الأرض يغفر لصاحبها. قال النبي لسيدتنا فاطمة قوم اشهدي أضحيتك فإنها توضع في ميزانك يوم القيامة فتضاعف 70 ضعفا، وإن لك أن يغفر لك بأول قطرة من دمه، وأنها تاتي بقرونها وأظلافها وشعرها فتوضع في ميزانك 70 ضعفا. يقول له عنده سيدنا أبو الدرداء وغيره من أصحابه قال يا رسول الله أهذا خاص لآل محمد فأنهم أهل لما خصوا به من خير أم عام الأمة؟ قال لآل محمد وللأمة عام. صلى الله عليه وسلم.